معانا على التليفون دكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم والبقيه في حياتك. اهلا بيك وسادة المشاهدين، واحب في البدايه ان انا اوجه خالص العزاء لاسر الشهداء، وباكد انه المعركه ضد الارهاب مستمره. احنا قطعنا شوط طويل في مكافحة الإرهاب وحصرنا الإرهاب إلى حد كبير، وحققنا نجاحات ضخمة في وقف أو في كبح جماح التهديدات الإرهابية اللي كانت في وقت من الأوقات بتضرب داخل المدن، زي ما أشار الرئيس في كلماته في إفطار الأسرة المصرية. لكن خلينا نأكد ان احنا معركتنا ضد الارهاب لم تنتهي بعد، وانه كثير من منابع الارهاب لم تجفف بعد، وانه الارهاب يتغذى على البيئات الحاضنه يسود فيها الجهل والمرض وعدم وجود تنميه حقيقيه. الارهاب يتغذى على الجهل وبيتغذى على افكار التطرف، وبالتالي المواجهه ضد الارهاب وتكثيف منابعه محتاجه الى مواجهه شامله، مواجهه تبدا من الاهتمام بالتنمية وبالذات المناطق والجهات والأكثر فقرا، مواجهة تقتضي الارتقاء بالتعليم وبالثقافة، مواجهة تقتضي تجديد الخطاب الديني بشكل جدي، ومواجهة تقتضي اهتمام الإعلام برفع الوعي الثقافي والسياسي ومواجهة كافة أفكار التطرف. باختصار، معركتنا ضد الإرهاب لم تنتهي بعد، وأوكار الإرهاب كثير منها كامن وبينتظر وبيتحين أي فرصة للتحرك. ولافت لنظري جدا جدا إنه يعني الضربة الدنيئة اللي بيوجهها الإرهاب النهارده جاية في توقيت يعني بيسود فيه جو يعني من الارتياح وربما التفاؤل من انه في حوار سياسي صح دعا اليه الرئيس، في اطراف سياسيه عديده رحبت بهذا الحوار، في امل في انه ينفتح المجال العام، في انه يتم الافراج عن المحبوسين عن ذمه قضايا راي، في انه يعني تعود الجمعيات الاهليه الى سابق عهدها ويتسع المجال لحركتها ولوجودها. باختصار، في امال منعقده وفي دعوة أطلقت، وبالتالي شفنا إن في دعوة أطلقت وشفنا إن في بوادر وإنه في إفراجات بالفعل حصلت وإنه في دعوة واضحة للحوار السياسي المفتوح وتسليم لهذه الدعوة. إذن لما بتيجي ضربة دنيئة من هذا النوع وكأنها تريد أن نعود إلى الخلف، وكأنها تريد أن تقول لبعض الدوائر إنه لا فائدة من الحوار، لا فائدة من الانفتاح، لا فائدة من التخفيف القبضة الأمنية، لا فائدة من فتح المجال العام. الأصل في الأمور الحفاظ على الأمن، الحفاظ على الاستقرار، هو تشديد القبضة الأمنية، هو أن احنا يعني نؤجل هذا الصح السياسي الذي وعدنا به، ونؤجل هذا الحوار السياسي الذي وعدنا به. أنا أعتقد، وده بيذكرني بأجواء سابقة، أنه كلما لاحت فرصة لانفراج سياسي تحدث مثل هذه العمليات الإرهابية، وكأن هناك من يقصد إجهاض مثل هذه المحاولات طوال الوقت. وبالتالي لابد أن يكون هناك يقظة، ولابد أن يكون هناك إصرار من قبل كل أطراف المشهد السياسي على أنه مواجهة الإرهاب تقتضي فتح المجال العام، مواجهة الإرهاب تقتضي الإفراج عن المسجونين السياسيين، مواجهة الإرهاب تقتضي مشاركة الناس في مواجهة الإرهاب. إذا مواجهة الإرهاب ليست في حاجة إلى مزيد من تشديد القبضة الأمنية، مواجهة الإرهاب محتاجة يبقى عمليا توسيع مجال مكافحة الإرهاب. يبقى عمليا إحنا هنا بنتكلم على مسألة فتح الآفاق وضرورة وجود اصطفاف كامل. هنا يبقى الإخوان في عزلة. الاصطفاف يبدأ من فتح المجال العام، الاصطفاف يبدأ من الحوار، الاصطفاف يبدأ من إعادة الاهتمام بملف الإصلاح السياسي كما وعد الرئيس وكما دعا. وعلشان كده تم إعادة تشكيل لجنة العفو. بالظبط، وعشان كده احنا بنقول دايما يا جماعة، عندما يلوح خطر الإرهاب لا ينبغي أن نتحدث عن مواجهة أمنية فحسب، عندما يلوح خطر الإرهاب لازم نتحدث عن اصطفاف وطني كما تفضلت،
ولا اصطفاف بدون فتح المجال العام، لا اصطفاف بدون استعداد استعداد المؤسسات كلها لاستقبال المشاركات الشعبيه، والمشاركات الشعبيه محتاجه مساحه حركه ومساحه راي ومساحه تنظيم، يعني محتاجه باختصار لتفعيل كل الاليات والادوات الديمقراطيه. وكلنا تفاؤل زي ما حضرتك قلت، لانه بيسود جو من التفاؤل. انا بشكرك جدا يا دكتور، ونشوف حضرتك قريب باذن الله. كل الشكر للدكتور فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي.